اهلا بيكم في طاقة نور. معايا النهاردة نموذج رائع للموهبة المصرية، استطاع رغم صغر سنه انه يلفت نظر وزير التربية والتعليم اللي بادر بتعيينه النهاردة عضوا باللجنة التنفيذية العليا بوزارة التربية والتعليم، انه طالب الصف الثالث الاعدادي مصطفى مجدي، الطالب بمدرسة النصر التجريبية لغات بالمانيال. مصطفى كان تقدم بخطة لتطوير التعليم للوزارة، الخطة أثارت إعجاب وانبهار قيادات الوزارة وناقشتها النهاردة في اجتماع حضره الطالب مصطفى مجدي مع الوزير. معنا النهاردة مصطفى، أصغر أعضاء اللجنة التنفيذية بوزارة التربية والتعليم. أهلا بك يا مصطفى. أهلا بك دكتور. أنا سعيد جدا أنك أنت معايا النهاردة. أنا ليا شرف كنا أبقى مع حضرتك. الله يخليك. احكي لنا بقى قصة الخطة اللي أنت قدمتها علشان تطور التعليم في مصر. هو في الاول خالص نبتدي من زمان جدا، كانت ايام حملة الدكتور عمنا مفتوح. كانوا عاملين مسابقة في الحملة لاختيار طالب فريق رئاسي، وده لو كان دكتور عمنا منجح كان تبقى مستشار الوزير الرئيس الجمهورية. فتقدمت المسابقة وفعلا تم اختياري طالب الفريق الرئاسي علشان مشروع تطوير التعليم. ولما خلصت الحملة انا فضلت ساكت خالص لحد بعد الانتخابات، بعد ما خلصت وبعد كده كونت فريق عمل كله شباب وكله اكبر مني كتير. حطينا استراتيجية، كلهم خارجين، حطيت استراتيجية لتطوير التعليم بتقوم من 2014 ل 2024، وما كناش عارفين نوصل ازاي لوزارة التربية والتعليم لحد ما وصلت عن طريق الدكتور ابو سينا عبد الله كشك مدير عام اداره مصر القديمه. هي اللي ودتني للدكتور رضا مسعد والدكتور عادل الازاز مستشار الوزير لتطوير التعليم، ومنها سيد المستشار قال لي طب تحب تنضم للجنه الاستراتيجيه اللي بتحط الاستراتيجيه بتاعه تطوير التعليم؟ قلت له ما عنديش مانع. فبدات في الشغل انا وفريق عملي في الاستراتيجيه، وبقينا ماسكين كمان ملفات مع المستشار عادل ومع سيادة الوزير لحد ما جه من كذا يوم سيادة الوزير طلب مني تقارير عملنا ايه في الاستراتيجية في الوزارة وكده. فانا جهزت التقارير وكلمته امبارح قلت له ان انا هاجي مع حضرتك النهارده الصبح واقدم حضرتك. قال لي اتفضل يا مصطفى. رحت النهارده الوزاره، بقول لهم الوزير فين؟ قالوا الوزير مستنيك في اجتماع اللجنه العليا التنفيذيه للوزاره. دخلت لقيت كل قيادات الوزاره. بعد كده قالوا لهم لقيت الكرسي جنب المستشار عادلي، يعني تقريبا بروتوكوليا ثالث واحد في الاجتماع. فطبعا اترعبت، فلقيت سيد الوزير بيصدر قرار بتعييني عضو في اللجنه التنفيذيه العليا للوزاره. وناقشنا اول موضوعين النهارده الحقيبه التشريعيه للمسؤولين في وزاره التربيه والتعليم والخطه الزمنيه الجديده للوزاره السنه الجايه. عظيم. طب انا عايز اعرف منك بقى الخطه اللي انت عاملها لتطوير التعليم. تمام. هي الخطه من 2014 زي قلت لحد 2024 فيها مجموعه من الخطوات. اول خطوه تهيئه المجتمعين المحلي والدولي، ودي فيها ثلاث نقط. اول حاجه قناه زدني الوزاره دلوقتي هتطلقها. انا كان ليا عليا عندي اعتراض بسيط ان احنا مش عايزينها زدني كده هتبنى قناه عالميه. احنا هدفنا فيها انها ما تبقاش قناه عالميه، احنا هدفنا تبقى زي المحور زي سي بي سي وزي كل القنوات الثانيه. فاقترحت عليهم انها طب نخليها في حاجه الطلبه يستمتعوا انه يتفرجوا عليها، نخليها جي ام ام جيف مي مور، هي زدني يعني نعرف في التسويق بتاعها تتسهل اكتر. الحاجه الثانيه وثيقه امل الامه القوى السياسيه. في فنلندا في الستينات كانوا مختلفين زينا بالظبط، وكان كل واحد يطلع يعمل فريقه ويعمل جبهه ويعملوا صراعات سياسيه لحد ما اتجمعوا وقالوا ان يا جماعه احنا عندنا مشكله في التعليم، وده اللي هو اللي احنا ننظر له في السنوات دي. ودلوقتي فنلندا بعد ما حطت خطه استراتيجيه وكونت او جمعت كل القوى السياسيه حولين هدف التعليم، فنلندا الاولى والثانيه في تقرير التنافسيه العالميه. فاحنا عملنا وثيقه لقوى سياسيه زيها زي وثيقه الازهر، وان شاء الله هنبتدي نجمع رؤساء الاحزاب في مؤتمر في الوزاره ويتم توقيع الوثيقه عشان نهدى بقى وكفايانا السياسه، كفايه رؤساء الاحزاب. جايز انا كتبته النهارده
مقالة في كايرو دار، قلت كفاية قرار هتخربوا مصر، مش لكل السياسيين، مش لدول ولا لدول، وانا مش متحيز لحد، انا بقول للكل كفاية ونهدى ونطلع بقى ندور على التنمية شوية، يعني نشوف مشروع قومي، نخلي التعليم او غير التعليم تنمية قناة السويس، نرجع لموضوعنا. والتنمية المالية دي خطوة كمان من خطواتنا، لان احنا دلوقتي عندنا 50 مليار جنيه ميزانية التربية والتعليم، وده طبعا مشكور السيد الرئيس ان هو زودها، هي كانت 49 فهي بقت 50، بس برضو مش ده المطلوب او مش ده الهدف. خليني قبل ما اكمل كلامي معاك، انا معايا على التليفون الوزير المحترم الدكتور ابراهيم غنيم وزير التربية والتعليم. دكتور مساء الخير يا فندم. اولا انا بهني حضرتك باختيار هذا الطالب الجميل اللي انا بشوفه فز ما شاء الله عليه، مصطفى مجدي 15 سنه، يستحق ان هو يكون فعلا عضو يعني في اللجنه التنفيذيه العليا لوزاره التربيه والتعليم. اخترته ازاي يا سياده الوزير؟ والله يعني احنا طول عمري احنا بنشكرك اولا على هذا الـ يعني هذه الاطلاله بمصطفى على الشعب المصري. لا شكر على واجب يا سياده الوزير، ربنا يخليك. لانه احنا عندنا 18 مليون مصطفى باذن الله تعالى. ان شاء الله. وولادنا بخير، ولكن احنا بنحاول جاهدين ان احنا لا يكون لسان حال الوزاره هو الوزير او المسؤولين في الوزاره، وانما لسان حالنا هم الطلاب دول اللي احنا كلنا شغالين عندهم. ايوه. وانا مقتنع بان انا فعلا شغال عند هؤلاء الطلاب. احنا لابد ان نوقن ان مرتباتنا بناخدها من ضرائب اولياء امور هؤلاء الطلاب، وبالتالي بنبحث عنهم في كل مكان من اسوان لاسكندريه. وانا يعني فوجئت بمصطفى لانه لما حضر وعرض خطته يتذكر مصطفى ان اللابتوب بتاعه كان يعني مش شغال، فاسترجل من ذاكرته هو تلت ساعه بالظبط، وانا وزير التعليم العالي كنا في اجتماع عشان الثانويه العامه، فظللنا تلت ساعه نسمع مصطفى بدون انقطاع. يعني اتكلم عن التشريعات في الوزاره، اتكلم عن الاي تي في الوزاره، اتكلم عن الوثائق المنهجيه في الوزاره. فانا قلت له يعني ان شاء الله باذن الله ستصبح من غد عضوا في اللجنه الاستراتيجيه، في لجنه الخطه الاستراتيجيه. والنهارده لما جالي في اللجنه التنفيذيه يعني انا كنت عن قناعه كامله قربته من مكاني بالظبط، لان هم دول اللي جايين ان شاء الله باذن الله يقودوا هذا الوطن. واحنا بنشكرك على تقديم هذه طاقه النور في هذا البرنامج العظيم. اولا انا اللي بشكر حضرتك على اختيار مصطفى، والحقيقه عندنا مصطفى تاني يا دكتور عمرو على فكره في التوفيقيه ان شاء الله هتشوفه قريب. خلاص ويطلع معانا ان شاء الله باذن الله. يعني هي مصطفى، واضح انها ظاهره مصطفى ان شاء الله. ان شاء الله. لكن خليني اشكرك كمان الحقيقه، يمكن في كثير من المشاهدين ما يعرفوش الجهود المحموده اللي انت حضرتك عملتها في موضوع، احنا كنا لسه انا وحضرتك قريبا في اجتماع خاص باطفال الشوارع. نعم. وسيادتك اعلنت يوميها الخطه اللي انت عاملها عشان خاطر جميع الاطفال اللي بيتولدوا في العشوائيات وساقطي قيد وما عندهم شهادات ميلاد وعندهم مشاكل في دخول المدارس. سيادتك عملت خطه لحل هذه الازمه ان كلهم ان شاء الله هيلتحقوا في المدارس على طول، مظبوط يا فندم؟ باذن الله يا فندم، ان شاء الله باذن الله. فانا بشكرك، انا بشكرك على هذه يعني هذا الانجاز. وخليني اسالك برضه بالمناسبه، انا قريت ان في تصريحات لسيادتك انك انت تنوي الغاء اجازه السبت، هل ده صحيح؟ لا لا، هذا كلام غير صحيح. هو احنا حاجة عندنا بعض المشكلات زي ما اتفقنا انه احد مشكلات التسرب من التعليم اللي حضرتك مشكورا بتساعدنا فيه كمجتمع مدني محترم، انه الكثافه العاليه في الفصول. نعم. فاحنا بندرس ازاي نحرك بعض الـ 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 الاجازات لبعض الادارات على اساس نقدر نفسح المجال لتقليل الكثافه بحلول غير تقليديه، لان الحل التقليدي هو المباني. لكن في بعض المحافظات زي الجيزه والقاهره والشرقيه لا توجد اراضي للمباني، وبالتالي لابد ان احنا نفكر خارج الصندوق شويه بحلول ربما تكون تحريك اجازه، ان احنا نشتغل على 3 سمستر مثلا او خلافه. وتصور ده كله تحت الدراسه، بندرسه على الورق الاول وبعدين نجربه بعض الادارات، ثم اذا والله نجح كتجربه من خلال المراكز البحثيه التابعه للوزاره بنقدر نعمم ان شاء الله. ان شاء الله اتمنى لك كل توفيق ونجاح، وان شاء الله يكون في بيننا لقاء قريب بقى هنا عشان نتكلم على بنسعد. لكن انا كان نفسي تطمني على، لكن ده هيبقى بتليفون خاص بقى، تطمني على المدارس الدوليه يعني ان شاء الله. اخبار المدارس الدوليه يا فندم؟ احنا انت اللي تطمني بقى، احنا بدانا نشتغل على الارض ونزلنا المدارس الدوليه، وان شاء الله فتحنا الملف ده بشكل جيد يعني ان شاء الله. هل في خطوات معينه سوف يتم اتخاذها؟ طبعا، يعني اعتقد ان جهاز المتابعه كان هناك النهارده وبدا ينزل
ينزل التوجيه المالي والاداري لهذه المدارس ان شاء الله. عظيم، بالتوفيق ان شاء الله. الوزير المحترم دكتور ابراهيم غنيم، اتمنى لك كل التوفيق وبيننا لقاء قريب ان شاء الله في 90 دقيقه ان شاء الله. شاكر جدا لسيادتك يا فندم. يعني الوزير متحمس لك تحمس شديد، وعلى فكره وانا كمان يعني انا كمان متحمس لك جدا جدا، فانا سعيد جدا. خليني اقول لك بقى قد ايه الوقت اللي خدته عشان تحط هذه الخطه، وايه اللي شجعك انك انت تقدم على هذه الخطوه؟ هي كانت خدنا حوالي سنه ونص وضع الاستراتيجيه من جلسات للفريق الاستشاري بتاعنا. كان معانا دكتور عبد المنعم فتوح، دكتور عصام شرف، واحمد شقيري، ودكتور جاسم سلطان، ودكتور ممدوح حمزه. قعدنا ورش عمل معاهم وسمعنا ارائهم في رؤيه في تطوير التعليم، حتى وصلنا لرؤيه متكامله، وبعد كده عرضناها زي ما قلت في على الدكتور مهندس عادل عزاز، ومنه وصلنا للسيد الوزير. وكان اول اجتماع اللي هو السيد الوزير قال عنه موضوع الاجتماع مع الدكتور مصطفى موسى الدكتور ابراهيم غنيم. انا كنت داخل الاجتماع يعني كنت مرعوب عشان نخش بس الاوضه. اظن دي السابقه الاولى من نوعها ان طالب في ثالثه اعدادي يكون عضو في اللجنه العليا يعني مش بس نرجع بقى للاستراتيجيه كلها. اتفضل، ايه الوقت اللي خدته قد ايه، وايه اللي شجعك على دي؟ احنا خدنا سنه ونص، واللي شجعنا ان احنا لقينا في وزاره عايزه تسمع. ما بين كل وزارات في وزاره شغاله بس الاعلام مش موجه لها الضوء. مش بس بتكلم على ديوان الوزاره، بتكلم على ديوان الوزاره، بتكلم على مديريات، بتكلم على الادارات. ليه الاعلام مش حضرتك، بتكلم على باقي القنوات، ليه الاعلام مش مسلط ضوء على الشغل اللي في الارض؟ ليه الاعلام مش مسلط ضوء على حملات كل اداره يعني نموذج؟ طب تفتكر ليه يا مصطفى؟ وعلى فكره الكلام اللي انا بسمعه من ناس كتير بيقعدوا يقولوا لي الاعلام، في كل واحد في مجال تخصصه في وزارته يقول لك ليه الاعلام؟ لا لا لا، هل الوزارات دي بتدفع ثمن معين نتيجه الخلاف السياسي اللي موجود؟ ممكن. ازاي؟ هو مش بس الاعلام، هو الاعلام دور اساسي، الحكومه، الرئاسه، الاحزاب، القوى السياسيه، المواطن، كان الناس اللي عمالين يلتوا ويعجنوا في الـ في الـ في القهاوي ويتكلموا مع بعض، وكل واحد يطلع له فتوى ويطلع له اشاعه، مش كده احنا مش هنقوم. اما موضوع الاعلام، هم ليه كده؟ جايز عشان هم محتاج بيفكروا بفكر الف ومش عايزين فكر ب، اي اخبار هتجي لهم هيقسموها الف وب، هيعرضوا كل الالف مش هيعرضوا الب. يعني حصل يعني حاجه، حصل مؤتمر في لاطلاق مؤسسه اسمها مؤسسه رمال، عضو انا عضو مجلس امناء فيها، اطلق يعني اطلقنا مبادره لبناء مصر مع كذا مؤسسه وكذا كليه تانية. يجي معد محترم من قناه محترمه، جايز محترمه، يقول لا احنا ما بنقلش حاجه البوزيتيف، انا ما ينفعش نقل حاجه بوزيتيف. طب باني عقل وتطلع قدام الكاميرا تقول لي النهضة والتعليم وما في فين النهضة؟ طب وانت مش عارف ايه؟ كفاية سياسة. جايز كل في مدينة الانتاج الاعلامي ممكن يكونوا سامعين الكلام ده، كفاية سياسة ونتجه لبناء شوية، نشوف انجازات الادارات والمديريات والوزارات، وبالذات وزارة التربية والتعليم اللي انا عاتب على قيادتها وبعاتب على معالي الوزير ان مفيش تسليط للضوء قوي على شغل الوزارة، زي وزارة التموين او وزارة الشباب. وده جايز انا اتكلمت مع سياده الوزير في الموضوع ده، ان ليه صفحات الفيسبوك ما تفعلش؟ يعني في 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 وزاره الشباب او وزاره التموين في صفحه الوزير وبيرد عليها بشكل يعني بشكل قوي، فده ان شاء الله شغالين فيه. اما النموذج اللي بتكلم مع حضرتك فيه، اداره اللي انا بتشرف ان انا فيها، اداره مصر القديمه، مع كميه انجازات فيها وحمله لبناء لدهان جميع اسوار المدارس، هم حوالي 80 مدرسه تم دهانهم في لحظه، والاعلام مش مغطي، وكذا حاجه كذا حمله ثانيه للاداره مبدعه. هو ده اللي انا بتكلم عليه يعني. والحاجه الثانيه شغل الوزاره، هو الحته دي مش من الاعلام بس، وده متهيألي برضو الدكتور ابراهيم هو يعني المفروض يراجعها ثاني. يعني اكيد دكتور باسم عوده او دكتور اسامه ياسين اول ما بيطلعوا في حاجه بي يعني بيكلموا شبكه، بيكلموا الناس كتير قبل ما يطلعوا.
الفكره التسويق قصدك فكره التسويق. طيب خليني اسالك على السلبيات اللي انت شايفها وانت النهارده عضو في اللجنه العليا للتعليم. السلبيات اللي انت شايفها في نظام التعليم في مصر. السلبيات ولا مش هنقول المعلم ولا هنقول المنهج ولا هنقول اي حاجه، احنا هنقول الاسره. هنحطها في مربع. الاسره لو انا عملت لك منهج وعملت ولغيت لك الامتحانات وطورت لك المدرس وعملت لك اللي انت عايزه، المدرس هيفضل ولي الامر عايز ابنه يجيب فوق التسعين، لا ده عايزه من الاوائل، لا ده كمان عايز يديله درس حتى لو هو مش محتاج. ده فكر وده غلط ومش غلط، ده من اسوأ الافكار في العالم. يعني ايه؟ يعني احنا عمالين نبص من بره، لا ده في هي المشكله الاسره مش الباقي. ماشي الباقي فيها حاجات، اما لما يجي يصنف مناهج الماث والساينس العلوم والرياضيات في العالم من افضل المناهج المصريه، ده ما ينفعش نستهين بيه. في كميه، المناهج بتاعتنا بتعتمد على الكم مش على الكيف، ما بتعتمدش على التفكير. جايز انا كنت مع سياده الوزير النهارده في اجتماع مع خبيره اردنيه، بنحط في ماده جديده عن التفكير والتفكر للصف الاول الابتدائي لسته ابتدائي. الفكره هنا ان هيبقى في تغيير، والثوره وصلت للوزاره، وفي فعلا حاجه حقيقيه حصلت. احنا بقى سايبين كل الكلام ده. يعني النهارده خبر النهارده طلع اليوم السابع ان انا بقيت عضو، تحت بقرا الكومنتس مصطفى مجدي طبعا ده اكيد اخوان، طبعا ده مش عارف ده ايه، ده طبعا ما هم حتى الطالب بيخونه حتى مش عارف. طب ما تشوف مصطفى مجدي ده ايه؟ يعني بلاش مصطفى مجدي، هو كل حاجه تبقى كده؟ انا بصراحه يعني شهاده حق موضوع اخوانه الوزاره في موضوع الاخوانه في الوزاره، انا ما شفتش غير قيادتين، ما شفتش منهم غير الشغل. يعني احنا بيشتغلوا الساعه 7 و8 بالليل وساعات بيقعدوا ل 9 و10. يعني الفكره ان مش عشان انتمائه نروح شايلينه، ومش عشان انتمائه برضه نروح حاطينه، ومش عشان لما دكتور محمد مرسي خلص مدته ويمشي نروح جايبين نغير كل الستاف ده. لا، التعليم ننقله من فكره انه امن قومي لانه يعني ننقله من انه عادي لامن قومي. ما ينفعش كل شويه نغير قيادات، لازم القياده دي وانا شايفها انها صح تفضل لحد ما تخلص استراتيجيتها كده تحاسب عليها. كلامك كلام محترم وانا مبسوط اللي بسمعه منك جدا بجد، انا سعيد بيك قوي. لكن خليني اسالك بقى، بما انك يعني ناضج هذا النضج الكافي اللي اسالك على احوال السياسه في مصر، شايفها ازاي؟ والله احوال السياسه انا شايف ان كل الناس مخطئه، اذا كان تضارب قرارات الرئاسه او عدم تشاركيتها للناس. يعني لما اجي اطلع قرار بطلعه من نفسي. فكره ان التشاركيه في رئاسه الدوله، في عندك احزاب، في عندك ممثلين عن كل الفئات، كل دول لازم يتخذوا في المجلس الاستشاري اللي حضرتك كنت عضو فيه، ما كانوش يعني ممثلين بالدرجه الكافيه اللي كان كل المصريين بيعبروا عنها. ما اعتقدش ان كان المجلس الاستشاري ده بيعدي عليه كل القرارات بتاعت الرئيس قبل ما تخرج. دور المجلس الاستشاري الرئيس انصحه انه يغيره، مش المجلس، يغير الدور ويضيف شخصيات جديده. انصحهم انه باقي بقى الناس الحكومه انها تجدد من نفسها، تغير طريقه تواصلها مع الناس. في مجموعه من القيادات انا معترض عليها، قيادات او الوزراء معترض عليهم، مش عشان شخصهم، معترض على طريقه عملهم او ما عدم الجزم. لا بلاش زي مين. طيب حضرتك عارف انا قلت لك قبل الحق. اعتقد كل المواطنين عارفين الموضوع ده. يعني انا لما قلت دكتور ابراهيم غنيم ولا قلت دكتور باسم عوده ليه؟ عشان الناس شغاله، ودي ناس تستحق تفضل 100 سنه، بس غيرها ما ينفعش يقعدوا يومين كمان. ودور المعارضه ايه برضه؟ بتشوفه ازاي؟ لا المعارضه خاطئه كفايه. يعني كان هقول بقى بالاسامي، بعد اذنك يا استاذ حمدين صباعي، بعد اذنك يا دكتور عمان مفتوح، بعد اذنك يا دكتور محمد البرداي، وبعد اذن كل الناس السياسيين في مصر، تعالوا نفكر ان احنا نبني حاجه ايجابيه. كفايه سياسه. هما انا يعني انا سمعت راي شخص انه ما ينفعش نبني غير لما نبني على نضيف، او نبني على
أسس صحيحة يعني. ده كان غلط يعني. طب احنا نبني، طيب بس نبني، مش كله انتقاد انتقاد. طب ليه لما يجي ينتقدك بنتقدك في الوحش بس، وانتقاد ما بنتقدش ان دكتور عمرو كويس او ان دكتور عمرو بيستضيف الناس كويس، لا ده بيستضيف بس الناس الوحش. ليه ما بنتقدش ان زي ما الشخص وحش زي ما شخص وحش الشخص كويس؟ وفي حاجات وحشه وفي حاجات حلوه، مؤسسة الرئاسة فيها حاجات وحشه وفيها حاجات حلوه، ممكن الوحش يبقى اكتر من حلو بس في حاجه حلوه. الحكومه فيها حاجات كتير قوي وحشه بس فيها حاجه حلوه، زي وزاره التربيه والتعليم وزي وزاره الشباب وزي وزاره التموين. مش كده، انا مش بتكلم عن وزاره الشباب وعشان وزاره التموين عشان اخوان، في وزارات تانية كويسه زي وزاره البحث العلمي. اما انا بتكلم ان لما نيجي ننتقد ننتقد بنقد بناء، وجايز انا كذا مره كتبتها على التويتر وقريتها، انت ان ترحل دوله العواجيز، واكيد حضرتك قريتها. فكره ان الشخصيات اللي قدامنا في التلفزيون كل ما اقلب هي كل يوم جايز بيتنقلوا، يعني بيتنقلوا من قنوات لقنوات، هي كل يوم، وعواجيز وفكرهم عجوز، وفي فجوه ما بين الجيلين، ما بين جيلنا وبين جيل شباب صنع وبين جيلهم. ليه ما بنعرفش الفجوه دي غير لما تحصل كارثه، وبعد كده يقول لك في الاخر طب ما هي شباب الثوره هي اللي ما حطوش قائد ولا ما فضلوش في الحكم. طب وانت سبت لهم فرصه؟ ما انت كل خمس دقايق وائل غنيم ده عميل مش عارف مين ده عميل. شوف وائل غنيم دلوقتي بيعمل ايه، عامل اكاديميه محترمه جدا اسمها اكاديميه التحرير، عامله زي اكاديميه خان، وجايز ان شاركتهم ووصلتهم بالوزاره ووصلت كذا واحد بالوزاره. يعني في افكار بناءه وفي حاجات جديده. دور الرئاسه انها تسمع المعارضه وتسمع للشباب وما تنفردش برايها وتراجع قراراتها وتعمل الشعب عايزه. بس انا فخور بيك بجد، فخور بيك وسعيد بيك. ولما يبقى شاب عنده 15 سنة زي ما حضراتكم شايفين تلت اعدادي بيفكر بهذا التفكير هذا النضج هذا الرقي، ويتم اختيار عضو في اللجنة العليا للتعليم لان عنده مشروع نهضوي، يبقى البلد دي فيها امل وفيها خير. المهم ان تخلص النواة. مصطفى مجدي الطالب المجتهد، انت نفسك تطلع ايه؟ والله هو بس الاول المسار، يعني انا حاطط كده هدف ان انا اخش سياسه اقتصاد الاول او سياسات تعليم في جامعه امريكيه، ولو ما فيهاش يعني بعد كده حاجه من الثلاثه، يا اما وزير تعليم يا اما رئيس وزراء يا اما اللي فوقيه بقى. ده طموحك صح. وزير تعليم، رئيس وزراء، رئيس جمهوريه ان شاء الله. مصطفى انا بهنيك انك انت شاب متميز وحقيقي، اتمنى لك كل التوفيق. ربنا يخليك. واتمنى ان ربنا يديني العمر عشان اشوفك وزير او رئيس وزراء. وساعتها هنفذ اللي حضرتك قلته لي في قبل الهوا. او رئيس جمهوريه. كل التوفيق ليك. كل الاحترام ليك حبيبي، انت نورتنا، وانت هيكون ليك لقاءات تانية معايا هنا. ان شاء الله. تكون معانا مره كده ضيف ونختار موضوعات، ويكون معانا ضيوف ونقعد نتكلم. انا احب اسمع لك وانا واثق ان الناس تحب تسمع لك كمان. ربنا يخليك. يعني اتمنى لك كل خير ان شاء الله. كان معانا طاقة نور جميلة، الطالب مصطفى مجدي، الطالب في ثالثة إعدادي، الطالب المجتهد اللي اختار وزير التربية والتعليم يكون عضو في اللجنة العليا للتعليم لأنه يستحق إنه يكون موجود. عندنا في مصر ملايين مصطفى، بس إحنا نهتم بيهم وندور عليهم ونشجعهم وندعمهم، عشان واحد منهم هيكون وزير تعليم والتاني هيكون رئيس وزارة والتالت رئيس جمهورية. بعد الفاصل، القضاء المصري إلى أين؟